مشهد محاكمة الإمام الشافعي في بداية مسلسل الرسالة شدت ناس كتير، خصوصا فكرة ازاي إمام كبير زي الإمام الشافعي يتعرض للسجن بالشكل ده زي ما يكون مجرم. بس الموقف ده اللي مذكور في كتاب مناقب الشافعي لأبو عبد الله الحاكم فيه نقطة خطيرة ذكرها الإمام الشافعي في مناظرته مع الخليفة والمسلسل تجاهلها. الإمام وهو بيدافع عن مكانته العلمية ذكر للخليفة إنه عارف بعلوم أرسطو وجالينوس وبكرات، دول فلاسفة أطباء يونان. غريبة شوية إن فقيه مسلم في القرن الثاني الهجري يكون عارف بعلماء اليونان، والأغرب كمان إنه بيقول للخليفة إنه عارفهم في لغاتهم اليونانية. النقطة دي اللي ممكن نعتبرها مجرد معلومة عن ثقافة الإمام الشافعي الكبيرة، إلا إنها ممكن تكشف لينا سر الفقه الإسلامي كله، وتجاوب كمان على سؤال إزاي الفقه الإسلامي اتحول لعلم في مرحلة معينة، وإزاي اتحول في نفس الوقت لأزمة كبيرة. الموضوع يبان كله ألغاز، وده طبيعي لأننا هنتكلم عن إزاي الإمام الشافعي ربط ما بين منهج القياس في علم المنطق وما بين علوم الفقه. أنا مصطفى ماهر وده البارادوكس. لو قلتلك إن في حديث ثابت وصحيح عن الرسول ومع ذلك ممكن نعتبره مش مصدر للتشريع الفقهي، هيجي في بالك على طول ان ده كلام القرآنيين لانهم بينكروا السنة، او ده كلام يطلع من لسان شخصيات زي ابراهيم عيسى او اسلام البحيري. بس في الحقيقة دي قاعدة فقهية عند واحد من اكبر ائمة السنة، الامام مالك صاحب الموطأ ومفتي المدينة في زمنه، لدرجة ان اتقال عنه مقولة شهيرة جدا: لا يفتى ومالك في المدينة. ما تتخضش من الكلام ده لاني مش جاي اسير الجدل واقولك احنا المفروض نخالف السنة ولا حاجة، بس الامام مالك كان عنده اسباب قوية للمنهج ده. لما تسأل الإمام مالك إزاي يكون الحديث ثابت وصحيح ومع ذلك ما تاخدش بيه في الفقه، كان بيستشهد بحاجة صعب حد يرد عليها: كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث فيقولون ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على غيره. معنى الكلام ده إن الإمام مالك بيستشهد في طريقته الفقهية بالتابعين نفسهم، كان في أحاديث وعارفين إنها صحيحة ومع ذلك ما كانوش بيعتمدوا عليها في الفتوى، والسبب عندهم حاجة اسمها مقتضى العمل، يعني مصلحة الناس في الواقع وعاداتهم في المدينة كانت عكس أحاديث معينة معروفة. خلي بالك إحنا هنا مش بنتكلم عن رفض أحاديث بسبب إنها غير صحيحة أو مشكوك في روايتها، لكن أحاديث صحيحة بتخالف أعمال الناس في واقع الحياة وقتها. والفكرة دي اللي أكدها الفقيه عبد الرحمن بن القاسم اللي فضل تلميذ الإمام مالك أكتر من 20 سنة، كان بيقول: كان الإمام لا يكذب بعض الأحاديث ولا يعمل بها. في مثال معروف ممكن يفهمك الفكرة أكتر، الحديث المشهور لأبو هريرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو محرم. الإمام مالك كان تعليقه الفقهي على المسألة دي، على الحديث ده، يعني إن الحديث ده لا ينطبق على نسائنا، وعلشان كده معروف إن المدرسة المالكية لغاية دلوقتي بتبيح سفر النساء بدون محرم بس بشروط معينة. أكيد أنت بتسأل دلوقتي: أيوة، يعني أنت عاوز توصل لإيه؟ إننا نرفض أحاديث صحيحة؟ طبعا الإمام مالك ما كانش بيرفض أحاديث صحيحة كده وخلاص ولا بمزاجه، هو كان في سبب معين لعدم اعتماده على بعض الأحاديث في الفقه. هو كان بيقول طالما أهل المدينة اجتهدوا وعرف حياتهم مشي على قاعدة معينة، يبقى أكيد ده لا يخالف مقاصد الشريعة، لأن هدف الشريعة في النهاية طاعة الله ومصلحة العباد. لكن في نفس الوقت كان في شاب من تلامذة الإمام مالك، ورغم إخلاصه الشديد وحب الأستاذه، كان حاسس إن المبدأ ده استحالة يقوم الفقه كعلم حقيقي. ومعنى كلمة علم هنا إنه يقدر يخرج فتاوى صالحة للمسلمين عموما في كل مكان، مش المدينة بس، بلد الإمام مالك. يعني لو مقتضى العمل في المدينة هو اللي خلى الإمام مالك يرفض العمل بالأحاديث وياخد بأحاديث تانية، طيب والناس في البلاد التانية غير المدينة هتمشي على القاعدة دي ازاي وهم حالهم مختلف؟ كمان هو سأل سؤال مهم: يعني ايه في الاساس علم الفقه؟ وايه هو المنهج او الاصول اللي بيمشي عليها علم الفقه؟ الشاب ده هو الامام والفقيه الشهير محمد ابن ادريس الشافعي، واللي اسئلته دي هتغير تاريخ الفقه الاسلامي، اهم علم شرعي اثر في حياة المسلمين للابد. بس الغريب في انجاز الامام الشافعي انه علشان يأسس علم الفقه على اصول واضحة، تحوله من مجرد اجتهاد معتمد على رأي أفراد لعلم له منهج واضح، هتوديه لأسلوب تفكير نقدر نقول إنه مش من أصل إسلامي. الفقهاء نفسهم قبل الإمام الشافعي وبعده كانوا رافضينه. خلينا نشرح الموضوع واحدة واحدة. الإمام الشافعي هو الأب الروحي لعلم الفقه الإسلامي، حتى بالنسبة للفقهاء اللي أسسوا مذهب مختلف عنه. يعني مثلا الإمام أحمد بن حنبل الفقيه المعروف له مذهب فقهي مختلف عن الإمام الشافعي، إلا إنه هو نفسه بيقول: ما كنا ندري ما العام والخاص ولا الناسخ من المنسوخ حتى جاء الشافعي. دي مصطلحات معروفة دلوقتي لكل الفقهاء المتخصصين، بس قبل الإمام الشافعي ما كانش الفقه علم دقيق له منهج ومصطلحات واضحة بالشكل ده. لما بنقول كلمة علم فإحنا بنقصد حاجتين: موضوع ومنهج.
خلينا ناخد مثال في علم من العصر الحديث علشان نفهم اكتر، وهو علم القانون. علم القانون له مجموعة موضوعات معينة بيدرسها: تاريخ القوانين في المجتمعات المختلفة، والمؤسسات اللي بتنفذ القانون اللي هي المحاكم، واخيرا ايه هي المبادئ اللي بتتحكم في اصدار قانون معين. يعني مثلا لو عندنا باحث في علم القانون عايز يدرس سؤال معين: هل العقاب افضل بالنسبة للمجرم ولا الاصلاح؟ بمعنى ان لو عندنا قاتل او حتى حرامي، هل الافضل نطبق عليه عقاب بدني ولا الافضل نطبق عليه لفترة برنامج اصلاحي يحوله لمواطن افضل؟ علشان الباحث يجاوب على السؤال ده لازم يجمع بيانات عن الحالتين: مجرمين اتطبق عليهم عقوبات ومجرمين خضعوا لبرنامج اصلاح، وبعدها يقارن ما بينهم علشان نشوف الارقام بتقول ايه. هل تجربة الاصلاح كان لها تأثير افضل وفعلا اتخلوا عن افعالهم الاجرامية، ولا اللي تعرضوا للعقاب هم اللي التزموا بالقانون بعد رجوعهم للمجتمع؟ هنا في علم القانون في موضوع واضح: ايه هي افضل صورة للعدالة الجنائية؟ وفي كمان منهج واضح: تحليل البيانات ومقارنتها علشان نوصل للإجابة. علم القانون خد قرون طويلة في الحضارة الإسلامية عموما علشان يوصل لمنهج واضح بالشكل ده. ولما نرجع لزمن الإمام الشافعي هنلاقي إن الفقه كان بيواجه مشكلة كبيرة جدا: ما كانش لسه بقى علم له منهج واضح زي المثال اللي قلناه في علم القانون دلوقتي. قبل الإمام الشافعي كان في مدارس فقهية كتيرة في بينها اختلافات كبيرة. العلوم أصلا أيا ما يكن نوعها إيه، حتى لو كانت دينية، بتظهر في النهاية علشان تحل مشاكل في حياة البشر في مجتمع معين. ونفس الكلام بينطبق على علم الفقه، لأن بعد وفاة النبي انقطع الوحي الإلهي وبقى في كتاب واحد هو مصدر التشريع للمسلمين، وهو القرآن الكريم. وده المبدأ اللي مفيش خلاف عليه بين كل فرق المسلمين. وتاني حاجة السنة النبوية، بس زي ما شفنا من البداية كان في خلاف كبير حوالين معنى السنة. هل كل حديث وصلنا من النبي هو سنة نقدر نعتمد عليها في تشريع القوانين للمسلمين؟ السؤال ده كان صعب واختلف حواليه علماء المسلمين. زي ما شفنا الإمام مالك كان بياخد بأحاديث في الفتاوى وبيرفض أحاديث تانية وصحيحة، وده رغم إن الإمام مالك نفسه كان معروف عنه اهتمامه الكبير بالأحاديث النبوية، ده اهتم بجمعها وتصنيفها في أشهر كتاب له وهو الموطأ. ومن ناحية تانية كان الإمام أبو حنيفة النعمان، مؤسس مدرسة فقهية كبيرة في الكوفة في العراق، له أسلوب فقهي مختلف تماما عن الإمام مالك. اتعرفت مدرسته بمدرسة الرأي. الإمام أبو حنيفة يعتبر بنى مذهبه الفقهي من غير ما يعتمد على الأحاديث، كان بيرفض الحديث حتى لو كان صحيح لو شاف إنه بيخالف القرآن في أي حاجة. بس برضو طريقة أبو حنيفة اللي اتعرفت بمدرسة الرأي ما كانش ليها منهج واضح. هو كان بيجتمع بتلاميذه وبيتناقشوا في المسائل الفقهية اللي بيسألها الناس، أو يتخيلوا مشاكل فقهية ويحاولوا يحلوها بالرجوع للقرآن وأحيانا للحديث أو بالاجتهاد المعتمد على العقل. وسط الخلافات دي ظهر الإمام الشافعي اللي اتلمس فترة على ايد الإمام مالك في المدينة المنورة، وبعدها سافر العراق واحتك فترة طويلة بمدرسة الرأي لتلامذة الإمام أبو حنيفة. ليه الخلاف الفقه كان كبير للدرجة دي في الفترة دي، القرن الثاني الهجري في تاريخ الإسلام؟ وليه موضوع الأحاديث خصوصا كان هو محل الخلاف؟ ببساطة فكرة الفتاوى الفقهية اتطورت بسبب إن حياة المسلمين بيحصل فيها دايما أمور جديدة ومشاكل مختلفة. القرآن ما اتكلمش عنها بشكل مباشر، والمسلمين ما بقوش عارفين يحددوا الحاجات دي حلال ولا حرام. وبعد ما الإمبراطورية الإسلامية توسعت في فترة الخلافة الأموية والعباسية، بقى في مجتمعات كتيرة لها عادات مختلفة ومشاكل ملهاش نهاية. يعني زي ما شفنا مجتمع واحد بس زي المدينة المنورة حصل خلاف جواه على الفقه، وده حرفيا مجتمع التابعين والصحابة. الإمام مالك نفسه لما رفض حديث المجالس اللي بيقول المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، بمعنى لو اجتمع تاجر ومشتري في مجلس واي حد فيهم متردد في البيع او الشراء، فمن حقه التراجع في المجلس طالما لسه ما افترقوش. الامام مالك رفض العمل بالحديث ده وقال: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به. والحديث كان صحيح ومعروف جدا لدرجه ان فقيه حجازي معاصر للامام مالك اسمه ابي ذئب، لما عرف ان الامام مالك رفض العمل بالحديث قال عنه: يستتاب والا ضربت عنقه. انت متخيل الامام مالك ذات نفسه اتعرض للاستتابه بسبب الخلافات دي؟ فالموضوع كان صعب وكبير. لازم تعرف ان كل الخلافات دي كانت شيء طبيعي في الفترة دي، لان الفقه كان لسه ما تحولش العلم واضح لمنهج محدد. المرحلة دي في تاريخ العلوم عموما بنسميها مرحلة الممارسة العفوية للعلم، واجتهاد العلماء وخلافهم شيء مهم وحيوي لتطور العلم، بس مش كافي ابدا انه يؤسس لعلم واضح. وزي ما قلنا الفقه في الاساس نشأ بسبب ظهور قضية طارئة ملهاش حكم شرعي مباشر وواضح، سواء في القرآن أو السنة المتفق عليه. وعلى الأساس ده بيحتاج الناس لحكم فقهي بيحدد نتعامل معاها إزاي، مباحة ولا محرمة ولا مستحبة ولا مكروهة. المشاكل اللي انشغل بيها الفقهاء بتتقسم لفرعين كبار: العبادات
وده بيجاوب على سؤال ازاي نمارس العبادات المفروضة علينا كمسلمين بشكل صحيح. وده الخلافات فيه مش كبيرة قوي. والفرع التاني المعاملات، وده المرتبط اكتر بحياة الناس زي قضايا الميراث والاحوال الشخصية والملكية والجريمة والعقاب. مشاكل فرع المعاملات تكاد تكون هي قضايا علم القانون بعد كده في العصر الحديث، مع اختلاف في المسميات بس. المهم ان الفقه قبل الامام الشافعي كان عفوي. عفوي معناه ان مفيش لسه له منهج واضح، يعني زي ما شفنا في فقهاء شايفين الاحاديث هي المصدر الوحيد للفقه، وفي فقهاء زي الامام مالك كانوا بيربطوا ما بين الاحاديث وما بين عمل اهل المدينه اللي هو عايش فيها، وفي فقهاء زي الامام ابو حنيفه بيعتمدوا اكتر على الاجتهاد العقلي، وهكذا. نقدر نقول ان الفقه هيبدا يخرج شويه من الخلافات الكبيره دي ويتحول لعلم لما بدا يتطور عن المرحله العفويه دي، وبدأت تظهر نظرية دقيقة بتوضح إيه المنهج اللي المفروض يمشي عليه الفقيه وهو بيصدر الفتاوى المختلفة. وزي ما وضحنا الإمام الشافعي هو أول حد قام بالخطوة دي. طبعاً كان في محاولات قبله، يعني مجهود الإمام مالك والإمام أبو حنيفة كان بيحاول يروح لمنهج واضح، بس محدش قدر يحسم المسألة زي الإمام الشافعي، وده لسبب مهم. الإمام الشافعي قدر يحط نظرية كاملة ودقيقة جداً في زمنه، وعلى الأساس ده ظهر في كتابه الشهير الرسالة علم جديد، وهو علم أصول الفقه. احنا فهمنا معنى الفقه، هو إصدار الأحكام والفتاوى في المعاملات والعبادات اللي ما فيهاش حكم شرعي مباشر. أما علم أصول الفقه فبيجاوب على سؤال سابق على الفتوى، والسؤال ده إيه هي المبادئ اللي هنصدر الفتوى على أساسها؟ بمعنى إن الفقيه علشان يصدر فتوى معينة في مسألة بتشغل الناس لازم يكون معتمد على منهج واضح ومعروف بين الفقهاء. منهج يعني خطوات علمية واضحة بيمشي عليها علشان يوصل للحكم. تحديد المبادئ والخطوات هي دي مهمة علم الأصول اللي كان الإمام الشافعي أول فقيه يشتغل على توضيحها. وزي ما المسؤول عن الفتاوى اتعرف باسم الفقيه، فالباحث في علم أصول الفقه هيتعرف باسم الأصولي. وهنا نيجي للسؤال الأصعب اللي واجه الإمام الشافعي، إيه هي المبادئ اللي نقدر نقول إنها أساس الفقه الإسلامي، وإيه هي الخطوات العلمية اللي توصلنا لأحكام فقهية دقيقة؟ خلي بالك ده ما كانش سؤال عادي وقتها، لأن علم الفقه كان حرفياً بيشكل حياة المسلمين في الخلافة كلها. حاول تتخيل كده لو القانون اللي بيحكم الناس دلوقتي في الدولة مفيش فيه منهج ولا خطوات واضحة ودقيقة يمشي عليها القاضي. إحنا شفنا إن الفقه الإسلامي كله موضوعه الأساسي هو الحالات اللي ما فيهاش حكم شرعي، وعلشان كده بدأ الإمام الشافعي يحدد مجموعة المصادر اللي بيعتمد عليها أي فقيه علشان يقدر يصدر فتوى. أول مصدر هو القرآن الكريم، زي مثلا أحكام الحدود المعروفة في القصاص مثلا. طيب لو في حاجة مفيش فيها حكم في القرآن زي الأحكام الخاصة بالحج، مش موجودة بشكل تفصيلي في القرآن، في الحالة دي نروح بالنسبة للإمام الشافعي للمصدر الثاني وهي السنة النبوية، فنقدر نستنتج من بعض الأحاديث أحكام الحج. طب لو حد سأل عن قضية كيفية الصلاة، طبعا أنت ممكن تقول هي دي قضية خلافية أصلا، هقول لك طبعا دي مش قضية خلافية دلوقتي، لكن في فترة تاريخية قبل الإمام الشافعي كانت قضية خلافية. اسمع معايا كده الخبر ده اللي ذكره الإمام البخاري في الصحيح. سمعت الإمام الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. يعني المحدث الشهير الإمام الزهري بيقول إن الصحابي أنس بن مالك لما راح دمشق كان بيبكي علشان لقى المسلمين بيصلوا بطريقة مختلفة عن اللي يعرفها. مشكلة زي دي في الفقه هيحلها الإمام الشافعي إزاي ومفيش مصدر تشريعي بيحدد الصلاة الصحيحة؟ هنا بيقول الشافعي إن في مصدر ثالث للتشريع الإسلامي وهو الإجماع. أي فعل يحصل فيه إجماع بين علماء المسلمين وبيجمع على فعله المسلمين زي الصلاة بشكل معين فده مصدر للتشريع الفقهي. ممكن تفتكر كده ان مشكلة الفقه اتحلت، بس في الحقيقة المصادر التلاتة اللي اتكلمنا عنها ما تقدرش تحل اغلب المشاكل الحقيقية اللي كانت بتواجه الفقهاء بشكل يومي في المدن الاسلامية، لان موضوع الفقه الاساسي وهي المسائل الغير واضحة في الشريعة محتاجة لمصدر علمي غير التلاتة يقدر يحلها. مثال مشهور في النقطة دي وهي قضية حكم تحريم المسكرات. معروف ان القرآن حدد ان الخمر محرمة، بس رغم كده الفقهاء اتفقوا على حاجة سببت الخلاف. الفقهاء متفقين ان سبب تحريم الخمر هو انها تسبب السكر وتذهب العقل. فالسؤال اللي ظهر، هل لو في مشروب الكثير منه مسكر لكن القليل منه لا يسكر، بمعنى ان لو مسلم شرب منه كمية قليلة مش هيسكر، لكن لو شرب كتير بس هيسبب له السكر، هل في الحالة دي يجوز شرب القليل منه؟ يعني كانت في مشروبات منتشرة في العراق وفي الحجاز في الزمن القديم ده زي نبيذ العسل والتين والشعير اللي بنسميه دلوقتي البيرة، القليل منها لا يسبب السكر، هل في الحالة دي مباح شرب القليل منها؟ دي نقطة مش واضحة في المصادر التشريع اللي اتكلمنا عنها،
وللسبب ده هتلاقي ان المدارس الفقهية قبل الامام الشافعي اختلفت فيها. مدرسة الحجاز وخصوصا فقهاء المدينة المنورة قالوا ان القليل والكثير من النبيذ المسكر على اختلافها حرام، يعني قليل كتير حرام. لكن مدرسة العراق وخصوصا فقهاء الكوفة وعلى رأسهم الامام ابو حنيفة قالوا ان التحريم مرتبط بالسكر نفسه مش بالمشروبات دي عموما، وعلى الاساس ده اباحوا شرب القليل من انواع النبيذ الخفيفة اللي قلناها من شوية بشرط انه يكون بالحد الذي لا يسبب السكر. ازاي الامام الشافعي ممكن يحل المشاكل الفقهية اللي من النوع ده؟ من خلال منهجه الجديد اللي بيأسسه في اصول الفقه. الشافعي قال ان في مصدر رابع للتشريع في علم الفقه، وهو اللي هيقدر يحل القضايا اللي من النوع ده بشكل علمي. المصدر ده هو القياس. يعني ايه القياس؟ بيقول الشافعي ان لما يكون قدامنا قضية ومحتاجين نطلع فيها حكم فقهي ومفيش نص مباشر في القرآن والسنة بيجاوب عليها، فالحل اننا ندور جوه القرآن والسنة على حالة فيها درجة من التشابه معاه ونحكم عليها بنفس الحكم، وهو ده معنى القياس. لو ما استوعبتش هديك امثلة توصل الفكرة اكتر. بيقول الشافعي في كتاب الرسالة ان الله حرم من المؤمن ده ما هو ماله وان يظن به الا الخير، فاذا حرم ان نظن به ظنا مخالفا للخير كان ما هو اكثر من الظن كان نقول عنه غير الحق مثلا او لا ان يحرم. يعني ربنا حرم ان المسلم يفكر في المسلم التاني بالظن، فقياسا على الحكم ده حرام يقوم بفعل اعلى من الظن زي مثلا انه يختابه او يتكلم في حقه. ده سماه الشافعي قياس من ادنى لاعلى. مثال تاني اتكلمنا عنه من شوية، مشكلة الخمرة. القرآن حرم شرب الخمر لانها مسكرة، فقياسا على ده شرب البيرة حرام، وده اسمه قياس من اعلى لادنى. بناخد حكم واضح في حاجة زي الخمر وهو التحريم لشيء متشابه مع الخمر في درجة اقل وهي البيرة. يعني القياس الفقهي اللي اسمه معروف في التراث الاسلامي بقياس الشبه بينقسم عند الشافعي لنوعين، من اعلى لادنى ومن ادنى لاعلى زي ما وضحنا في الامثلة. ساكيد جه في بالك سؤال، هو الامام الشافعي جاب فكرة القياس وتقسيمه ده منين؟ واضح جدا انها مش قاعدة معروفة قبله في التراث الاسلامي ولا موجودة في القرآن ولا السنة بالشكل ده. فيا ترى ايه مصدرها؟ قبل ما نجاوب على النقطة دي لانها مهمة جدا، انا عايز اقول لك ان كل الفقه الاسلامي بعد الامام الشافعي اعتمد في الاساس على نظريته اللي لسه شرحينها، وفكرة القياس خصوصا هتلعب دور كبير جدا في تاريخ الفقه من بعده. بس لما نرجع لسؤال منين جاب الشافعي القياس، هنلاقي الموضوع فيه غموض كبير، لان القياس مش فكرة اسلامية خالص، ده منهج معروف في الفلسفة اليونانية وموجود في كتاب ارسطو الشهير الاورجانوم آلة العلوم. وهفاجئك اكتر لما اقولك ان قياس الشبه بتقسيمته الثنائية لسه متكلمين عنها موجودة زي ما هي عند ارسطو تحت مسمى التمثيل او الانولوجي، ودي ترجمتها الحرفية قياس الشبه. النظرية دي كانت منتشرة جدا في منطقة الشرق الاوسط في الفترة اللي كان عايش فيها الامام الشافعي، لان الجزء الرابع من كتاب الاورجانوم اللي اسمه الطبيقة واللي مذكور فيه قياس الشبه بنفس التقسيمة اللي موجودة عند الامام الشافعي كان اكتر كتاب مترجم لارسطو في القرون اللي قبل الشافعي، خصوصا في مناطق الشام والعراق ومصر. كمان في ادله تاريخيه ان التراث الاسلامي بتلمح ان الامام الشافعي فعلا قرأ لارسطو، واحنا حكيناها في اول الحلقه. ده ذكره ابو عبد الله الحاكم في كتابه مناقب الشافعي لما حكى عن مناظره الامام الشافعي مع الخليفه هارون الرشيد اثناء محاكمته. وفي النهايه ده شيء منطقي اصلا، لان اي علم مهما كان نوعه لازم يتاسس على المنطق، وده حصل قبل الفقه الإسلامي وبعده. علم الهندسة الرياضي أسسه أوكليدس بناء على منطق أرسطو، والرومان أسسوا علوم القانون اللي هي بتناقش نفس مشاكل الفقه الإسلامي على منطق أرسطو. فده مش شيء غريب أبدا، لكن المشكلة هو اللي حصل بعد خطوة الإمام الشافعي المهمة، لأن برضو الخلاف في الفقه موقفش، وده لسبب مهم جدا. كل ما مشاكل علم معين بتتعقد أكتر بيحتاج ان المنهج بتاعه يتراجع ويتطور من تاني. وهنا ظهر رأيين في تاريخ الفقه بعد الامام الشافعي. الرأي الاول هو رأي الامام الشهير ابو حامد الغزالي. الغزالي فهم ان اي علم مهما كان نوعه ايه، ديني او علم طبيعي، معتمد في اساسه على علم المنطق. وعلى الاساس ده قال ان مشاكل الفقه اللي ظهرت من جديد محتاجة ان الفقهاء يدرسوا علم المنطق كمدخل اساس العلم الفقه علشان نقدر نطوره من تاني. بيقول الامام الغزالي مقولته الشهيره: المنطق مقدمه لكل العلوم، والعالم الذي لا يمتلك هذه المقدمه لا يمكن ان يوثق في علمه. ليه الامام الغزالي قال كده؟ لان في الوقت ده كان في تيار فقهي عمال يكبر ويسيطر، بيتعامل مع الفقه انه مش علم لكن مجرد اتباع لافكار السلف بس. يعني باختصار مفيش لا اجتهاد ولا تطوير تاني في الفقه، رغم ان مشاكل الناس عماله تتغير مع الوقت وتتعقد اكتر. في فقهاء حاولوا يطبقوا كلام الغزالي وبقوا يحطوا مقدمه في علم المنطق قبل ما يتكلموا في العلوم الفقهيه، بس التيار ده مات مع الوقت
قدام الطيارات السلفية. والموضوع بيوصل للفصل الأخير مع الفقيه الحنبلي المعروف ابن تيمية. الطيار ده بدأ يهاجم علم المنطق بحجة انه كفر ومش علم اسلامي ولا يجوز الاعتماد عليه في الفقه. والفقيه ابن تيمية عمل حاجة غريبة جدا، بدأ يستعمل الفلسفة نفسها علشان ينقد الفلسفة والمنطق. وتمام، ده مفيش فيه مشكلة لو كان الغرض هو تقديم مناهج علمية ادق في المنطق، لكن المشكلة ان ابن تيمية بعد ما هاجم المنطق رجع قال ان قياس الشبه اللي قاله الشافعي من قبليه بكذا قرن هو المنهج الوحيد اللي صح في الفقه، وان قياس الشبه هو فكرة اسلامية خالصة، وقال ان مفيش حاجة اسمها الاعتماد على المنطق في الفقه، احنا عندنا كل حاجة في الشريعة الاسلامية ومنها قياس الشبه. طب لو سألنا ابن تيمية ايه هو قياس الشبه الاسلامي اللي بيتكلم عنه، يمكن يكون هو عنده اجابة ما كانتش واضحة قبل كده. فابن تيمية بيقول القياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، الاول قياس الطرد والثاني قياس العكس. التقسيمة اللي بيقولها ابن تيمية لا وردت في شريعة ولا في السنة ولا في القرآن. اي مسلم حتى لو عادي لو سمعنا الجملة دي من غير ما نجيب سيرة ابن تيمية هيقول ده كلام مش اسلامي ولا مصطلحات اسلامية. وبالمنطق السلفي الخاص بابن تيمية فترة نزول الوحي وفترة الصحابة ما فيهاش اصلا التقسيمات المنطقية دي، فعلى اي اساس بيكفر اللي بيشتغل في المنطق رغم ان التقسيمة اللي قالها راجع لعلم المنطق في الفلسفة اليونانية. وده فعلا من اغرب الحاجات في كتابات ابن تيمية اللي كان سبب كبير في تعطيل تطوير مناهج الفقه الاسلامي بعيدا عن مهارته الشخصية هو نفسه في الفتاوى. علم المنطق يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين ان يقول كنت احسن الظن بهذا الفن، وعند مراجعته وجدت انه لا يستفيد منه الغبي ولا يضر الذكي عدم تعلمه. لو عجبك البارادوكس ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناتنا علشان تشوف الحلقات الجديدة، وسيب لنا كومنت في رأيك عن الحلقة دي.